تمام، انا رئيسه وحده البحث في نظره للدراسات النسويه ومن المجموعه المؤسسه لنظره، وانا عايزه اتكلم في فكره تطبيق النموذج الغربي للنسويه في العالم العربي، وهل ده هيكون الحل الامثل لمشاكل النساء في العالم العربي ولا لا. انا شايفه ان الموضوع ده مش يعني دايما بيطرح بفكره هل ان في نموذج واحد واوحد لفكر النسوي اللي هو قائم على تحقيق حقوق المراه والمطالبه بمساواتها وان هي تتمكن انها تحقق كل اهل يعني كل تطلعاتها في المجتمع ولا لا. انا شايفه ان دي في مشكله، لان مي ماني كانت في كتابها مرة اللي هو الإسلام والنسوية كانت قالت إن كل مجتمع بينتج النسوية الخاصة بيه. المجتمعات العربية قادرة إنها تنتج فكر نسوي قادر إن هو يواجه مشاكلها الخاصة اللي هي ليها بتشكل فيها خصوصية ثقافية. أنا عارفة إن في ناس كتير ممكن يكون عندهم مشاكل مع فكرة الخصوصية الثقافية، ولكن انا شايفه ان في دايما زي ما بتطرح الموجه الثالثه من النسويه ان يكون في فكر نابع من الارض وقادر على حل مشاكل الستات.